لذا مشاهدينا الكرام معكم نتابع لحظة بلحظة ونرصد ما دار في حكاية وطن، حكاية الدولة المصرية، وعلى مدار سنوات مختلفة من الإنجاز والإعجاز مستمرة هذه التغطية لجلسات حكاية وطن. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه المداخلة الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني. دكتور سمير، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور سمير. دكتور سمير، الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس ارتكنت على محاور ثلاث. المحور الأول متعلق بتنمية الإنسان المصري، محور آخر متعلق بالاقتصاد والاجتماع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحور آخر متعلق بحقوق الإنسان. نحن نناقش على مدار سنوات عدة ما تم إنجازه، إنجاز التعبير، على أرض الأمة المصرية. كيف يمكن أن نصف ما تم بالفعل وما سيتم على الأرض وعلى الأرض المصرية؟ خلينا أقول لحضرتك أن في البداية إحنا النهاردة على مدار يومين في يعني حاجة ضخمة جدا، وهي فعلا حكاية وطن، حكاية وطن عظيم بقيادة قائد عظيم وشعب عظيم. قدرنا نعبر من مرحلة كان العالم بينظر إلينا في 2011 إن إحنا في طريق اللاعودة. كتبت الكثير من التقارير الدولية عن مصر وأنها أصبحت دولة فاشلة في 2012، وما كانت تشهده من ظروف اقتصادية ومجتمعية وأمنية في غاية الصعوبة. وبعد كده ربنا أكرم هذا الشعب بقيادة الجيش والرئيس القائد العظيم عبد الفتاح السيسي، وقدرنا نخرج من مرحلة اختطاف الدولة إلى بداية الدولة المصرية في 2014. واجهتنا طبعا تحديات كبيرة، كان في دور كبير لكل المصريين عشان نعبر هذه الأزمة. النهاردة في حكاية وطن شفنا الإنجازات، شفنا ما تم إنفاقه على هذه الدولة، وصلنا إلى حجم 10 تريليون جنيه. الأرقام دي في علم الاقتصاد والاستثمار لم تشهدها الدولة المصرية، حجم هذا الإنفاق الضخم لإعادة بناء مؤسسات الدولة، لإعادة البنية التحتية إلى ما كانت عليه أولا، ثم انتقلنا إلى جمهورية جديدة. النهاردة حضرتك إحنا بنتكلم في إنجازات كانت تحتاج إلى عشرات السنوات، تم إنجازها في فترة زمنية وجيزة جدا. هنبدأ نجني ثمار هذه الأعمال قريبا جدا. عندنا بنية تحتية قادرة على استقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قادرة على خلق فرص العمل. أيضا المحور بتاع التنمية الاقتصادية لم يغفل العنصر البشري. عندنا النهاردة في مجال التعليم والتعليم التكنولوجي والجامعات الأجنبية والجامعات الدولية اللي دخلت مصر، احنا ضعفنا تقريبا عدد الجامعات المصرية في آخر 5 سنوات. نعم. فالموضوع كبير جدا، ويمكن أنا بتكلم بشوية حماس، وإحنا خارجين من المؤتمر يعني شفنا بالأرقام وبالأدلة، وكل وزير بصراحة بيشرح ما تم إنجازه في وقت قليل. لو كل حد قعد يشرح للمصريين، وهنا معركة الوعي. ومن خلالك يا أستاذ مصطفى ومن خلال الإعلام المصري المحترم ده، احنا محتاجين نتكلم مع أهلنا ومع كل الشعب المصري كتير، والناس لازم تتابع ده. ده النهاردة هو مستقبلنا، الناس اللي بتتكلم عن الأسعار، عن الغلاء، عن احنا المستقبل شكله ايه. لازم الوعي يزيد، نعرف ان احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا قبل الكل وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثبت أركان هذه الدولة. وايضا بقى في دوله جديده اتبنت. احنا كنا عايشين على دكتور سمير. دكتور سمير، لحد 2014 لو تأذن لي دكتور سمير، كنت اتحدث معك اثناء جلسات الحوار الوطني عن لجنه الاستثمار في الحوار بصوره محدده، وبالتحديد اكثر في لجنه الصناعه، وعن المصانع التي توقفت في السنوات الماضيه، وكيف لمبادره واحده كمبادره ابدا ان تعيد مره اخرى لهؤلاء أصحاب المصانع والمصانع المتعثرة والعمالة المقننة
أن تعيد مرة أخرى عجلة الإنتاج في تلك المصانع، كيف يمكن الوصول بهذه المقترحات سواء بقى في الجانب التجاري أو في الجانب المجتمعي أو حتى في الجانب الصناعي، والحديث مع أفراد المجتمع حول كل هذه الإنجازات التي تمت على أرض الواقع؟ طبعا حضرتك هنا بتشير إلى مبادرة من الأهمية بمكان، إن لازم نلقي عليها الضوء ولازم الناس تعرف إن إحنا بعد ما حدث في مصر كان توقف الكثير من المصانع عن العمل، ما كانش عندنا الكهرباء والطاقة وكل الانفراستراكشر والبنية التحتية اللي تقدر تعمل صناعة في مصر. بتوقف تلك المصانع وجاء 2014 بمبادرات قوية، بداية من مبادرة البنك المركزي للمصانع المتعثرة 100 مليار جنيه، ثم وجود الكهرباء، وجود الطاقة، وأيضا الأمن والاستقرار. اشتغلت المصانع ولكن وجدنا برضو مازال الميزان التجاري في خلل، عندنا الواردات ضعف تقريبا الصادرات. نعم. فكانت هنا المبادرة الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية، وتبناها فخامة الرئيس وأصبح لها مردود طيب جدا. النهاردة المصانع الصغيرة، صغار المصنعين، بيلاقوا من يقدم لهم الدراسات، تحليل لعناصر الإنتاج، الخامات المتوفرة محليا، وأيضا الدعم في التمويل مع البنوك، وأحيانا المشاركة، إلى أن وصلنا مبادرة ابدأ بدأنا ككبار مصنعين ورجال الأعمال حتى نطلب التعاون مع هذه المبادرة. ليه؟ لأن المبادرة عندها فكر، عندها فلسفة، بتستعين بكل مراكز الأبحاث، بتقدر تحط إيديها على مناطق الفرص الاستثمارية الواعدة، ونشهد النهاردة تشغيل مناطق صناعية بالكامل في صعيد مصر، في سوهاج، في قنا، وأيضا في وجه بحري، كلها من مبادرة ابدأ. ونتمنى أن احنا نعمم مش على قد مبادرة ابدأ، وده اللي جاي، ده اللي بقوله لحضرتك، أن تم إنفاق أرقام ضخمة جدا على البنية التحتية. عندي الطرق جاهزة لنقل البضائع، عندي النقل بالسكك الحديد، عندي الموانئ الذكية، محطة تداول الحاويات تحيا مصر. النهاردة بقى زمن، لو أقول لحضرتك كنا عشان نصدر بضاعتنا قبل 2014 أو نستورد، الزمن اللي بيضيع في المواني وإن البضاعة تقعد في الدمرج وندفع عليها أرضيات لشركات شحن أجنبية، كل ده انتهى. النهاردة حضرتك بتخلص أوراقك باستخدام الأوتوميشن سيستم والدولة الحديثة، واللي تم إنفاقه على البنية التحتية في مجال الرقمنة، بتقدر تخلص مستندات الشحن والإفراج الجمركي والبضاعة طالعة من المصنع، وسميناه نظام الجمارك المسبق. طبعا مجال الاستثمار في مصر، طيب دي حوافز كلها يعني سنتها الدولة وأقرتها الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية لجوانب الاستثمار. خليني أخذ حضرتك لمحور آخر دكتور سمير، وهو محور متعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي. الدولة المصرية فيها ما يقرب من 8 مليون فدان للزراعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كلم النهاردة في جلسات المحور المتعلق بالزراعة مع السيد القصير وزير الزراعة عن فكرة ربما يتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية، لكن هذه العدد الكبير من الأفدنة سيحتاج إلى ما يقرب من تريليون جنيه. كيف يمكن توفير الدعم المالي والمادي لاستصلاح تلك الأراضي؟ ده اللي جاوبت عليه اللجنة، وده اللي جاوبت عليه ورقة العمل المقدمة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل تعدي يعني غاشم على الأراضي الزراعية، وده اللي الدولة وقفت ليه بالمرصاد في السنوات الأخيرة الماضية. كيف نثمن هذه الفكرة دكتور سمير، فكرة الحفاظ على أرض الزراعية، فكرة عدم التعدي على الأراضي الزراعية؟ طبعا لو حضرتك تفتكر كان من أكبر مشكلات مصر هي التعدي على الأرض الزراعية والرقعة الزراعية اللي كانت بتحصل لها تناقص، وأيضا من وجهة نظر استثمارية كان الاستثمار في الزراعة تحديدا في السنوات الأخيرة غير مجدي، أرباحه قليلة، فكان القطاع الخاص بيحجم عن الدخول في هذه المشروعات. هنا فلسفة الدولة إزاي بتقوم على التنمية وتحدث نقلة نوعية في نعم. في البلد بتاعتها. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني.